تكمل الجامعة هادي مستر كبير هادي سلمان لهي هادي ساتر فيك أنت أقولك ثلاث مرات ما أدري أنا جاوبه أقولك اسمه أبو مفرح دامنا طمر السلام الله جمعنا على خير ومعجب رجال مشهور و... الله يعني قبل شيء سويناه سويناه سألتوه؟ إيه خلاص سألتوا طبعاً بس تبين بس إجابته ما أقنعك إجابته ما أقنعك ما راح تقنعك والله تفضل يا معجب من قالك إنه مشهور؟ ها؟ من قالك إنه مشهور؟ حنا ندري إنك ما أنت مشهور بس أنا نقول إنك مشهور يا أخي أنا على مستوى العائلة إيش اللي زبطناك يعني؟ أنا جاوبت سلم ملهي أنا سألك كان جالس أسأل أنا ما كنت موجود نفس ذيك نفس لها نفس وش تسوي؟ اللي إذا قابلت واحد صديقك في السوشيال ميديا أول مرة تقابله شو تقول؟ إي وش تعب وش؟ صديق السوشيال ميديا اصبح صديق في الواقع يعني. لا والله انت الحين جالس تصور تحت الكاميرا لا افتح القلب يلا الحين ما كيف حلو. تقدم محتوى بدون ما يكون حياك الله يا ابو فلان يا هلا ما اصور انا ارحب ودري ما اصور طيب طيب وش تقول اتعرفك لا هذا يوسف البلوي الشاعر صديقي في السوشيال ميديا لسنوات اصبح في السوشيال ميديا اصبح صديق الواقع نفسه حياكم الله هذا فلان فلان ثقه ثقه الثقات ما كل واحد بس الثاني اول حاجه السلامات انا كلها صوره وكلام ما اصور فيديو قليل اصور فيديو اذا عندك قصيده بقول صور بقول قصيده اما كلام مبتذل لا ما احبه شوف صوره انا معها الصور ان بدايه صوره لبت هيك على السريع ليش ما تقول الله اعزائي المتابعين اذاعه مدرسيه عندنا شخصيه ما في لها فايده سلمك ما في لها فايده ها لا شوف والله ما احب اصور كذا ارحب وما ادري ما احب والله صالح لازم شيء اساسي اني اقابلك اول مره يا صالح بلوي لازم اقول معي الشاعر فلان يا مرحبا شرفتني بالسناب السناب الثانيه طيب يمكن بس صوره على قولة صالح صح صوره تعريفيه يا ولا صوره معلم يمكن ما ادري كم واحد هنا تابع السنابات بس ما انا ما اصور كذا طويل اذا جيت بقول قصه صورت غيرها والله كلها كلام صوره كلام ذبات انت اسمك فكرت بطريقه كلها دب والله حتى الرسمه اول مره قابله يعني استاذ من تذكرتها من سنابه حلو مو عليه العلي اصور عمري واتكلم والله مدني عن الشخص صح حلوه هذا فهمت اي اتكلم عن الشخص انا افتح سناب اتكلم عن الشخص بطريقه ما ابين من هو لين اصور ولا كانه موجود اي ولا كانه موجود بعدين ابينه فهمت علي كيف ما اتكلم عن الشخص انا لا ما هذا مو موجود كثير والله والله سووها واجد بقول لك انت بتصور الشخص الحين صح حلو بس قبل لا تصوره انت بتدخل فيه بتعريفيه ما راح تقول اسمه بس تقول من هو كيف تعرفت عليه يا اخي حس الموضوع بس اني تمطط يصير طويل لا لا هذه تشويق هذا التشويق طيب انا عندي فكره ثانيه ايه عطى الجوال السناب اخي ما ثق فيه قول له انصور والله ما ثق فيه بنت والله العظيم خلي ياخذ الجوال ينحى لا انت متفق في الرجال لا ما اول مره يعني انا لو قابلت سلمان لهي فاعطيه جوال هاي والله ما انت جوال شمه يعني هو انحاش من قريه ما ادري حاش جوالك والله مو على كيف والله ما تشمه يا اخي ثق فيني يا ما اثق كيف اخليك تثق فيني انا اثق في الرجال اسمع ها كيف تثق فيني هذا بيوسف مع برنامجين مع بعض يعني 90 يوم معك اعطيك اياه خليك اثق فيك حلو هذه فكره ترى انا الانسان اللي ما اثق فيه اني اعطيه جوالي مستحيل اثق فيه اني اصور للمتابعين اوه التصريح هذا خلى بالكرنفال اي أيوة والله خلى بالكرنفال ابو صالح بالله كيف صراحه علي تصريح عندك فن شو اسمه المبالاه لا مو بالله عندك فن التصريح المبالاه فن التصريح شو اسمه ذي البديهيه ترى عندك حركه مرونه في الحركه شوي مرونه هو انت تقول لاي كلمه يقولها مرونه في الحركه وعندك خبره 10 90 عندك السرعه 95 قال لي قايل قبل شيء ابو توازن 101 ينزل الفورم بعد تدري وش هو اللي هو طمر سام الانبثاقات هذه ترى بعد لا الانبثاق خصوصا منبثق انت ايش معنى منبثق ناحيه الانبثاقات ايش يعني كذا فهمت يلدغ اسمع يلدغ هي تقريبا في مواصفات هي ابو يوسف حلم العقرب خير ولا شر عشان ما انبثق وراني صار اسكت اسكت انت وكل يوم انت تبي يا رجال الله يقلع شرك قلع اعوذ بالله من الشر قلع اعوذ بالله من الشر خير ولا شر بعدين انا وياك ان شاء الله نجس طيب يوسف حلم الشيب يا اخي يا عيال فكونا من اللي ما دام الشوز يا رجال نجس تحت الهواء نجس تحت الهواء لا الشيب صدق والله والله تحت الهواء مو هنا الشيب يعني شيبك الجمال
بل انك تفسر احلام. والله ما فسر يعني ابين لا لا ما فسر ما فسر احلام. الله يرحم والديك بكره يمت لي جوالي ناس عندنا حلم مدري وش اي هذا يوسف بلوم مفسر الاحلام. شوفني اقول خلاص بعد سلمان انا ماني مفسر الاحلام انا محقق الاحلام. الله يا هذا بطاقه حلوه بطاقه جميله انبثاقه يعني اسلم اسلم ابو ملهي انا ابو ملهي والله عنده انبثاقه هذا اي كلمه يقولها اي كلمه طارفه كذا يقولها وش ما قلت شيء انا يا اخوي انا قلت الرجال منبثق يا وش معنى منبثق عنده فقره عنده فئه في مخه تدري شو اسمه الرجال منبثق يعني انه شرح حديث وش عنده عنده جانب سيكولوجي عنده يا سلام عليك الجانب السيكولوجي صدق يا وش معنى سيكولوجي طيب سيكولوجي هذه ماده فيزيائيه اذا حطيتها في ماده البيولوجي الله صارت ماده بيولوجي انبثاقه صافقة يا شباب والله ما شاء الله ما فهمت ولا شيء صافقة لأن دخل بس اسمع بس ترى السلوك الفسيولوجي ترى صدق ملهي ترى عنده وجهة نظر يعني أو بس فسر غير قال لنا مادة مو بسلوك قال لنا مادة غباء تجيب الغباء وتجيب الجانب ايش مو بالسيكولوجي ولا البيولوجي الجانب المادي والجانب الحسي ايوه الجانب المادي والجانب الحسي هذه ايش تسوي بها؟ ايه تدمجها في بعض صح يصير اندماج انبثاقي ايوه اندماج انبثاقي عشان كذا طلعت لك صنادح انا متاكد من شيء هذا هذا لا وجهك يا وجه العرب طيب اقول لك لا وين بكر لا تقول غباء ما لا تكمل الغباء ما له دخل لا تكمل انت ما انت بغبي اني عارف والله ما تكلم يبي يراضي حاول يكون سيكولوجيا للذكاء يا اخي هذا ما غباء هذا يحسب الغباء نفس يا غبي نفسكم نفس الحياه هذه اللي انت عايشها يا حبيبي الغباء الغباء تراه يعني نهايته لا بدايه شوف الحين مثلا بقول لك يا غبي بتزعل لكن يا غباء مبسوط شوف ما بستان يا غباء ألح الغبي اي نفس نفس نفسه بالضبط طيب والله انك طلعت داهيه والله عليك يا ضبط كلام انا والله انا وجه عرب هذا محسن هم هو بيقول الغباء والغباء صح هذا لابس اسود وذاك لابس اسود ومن يوم يقول سيري جيب من احنا متواضعين خلينا ادري هم يتكلمون عن نفسهم من اكثر السوداويه انا صراحه السوداويه ترى ابو ملهي السوداويه هي انطلاقه جميع ابداع حس ابداعي ينطلق من وين؟ من السوداويه لا من القطب الشمالي لما تجي يعني احنا احنا لابسين اسود اتحداك وش تحس؟ ما تحس نفسكم بحاله تحس انك ثنائي القطب ثنائي القطب ثنائي القطب هذا وين؟ في اوروبا فحنا الحين حاسين فيه ترى عندنا برد الحين احس بفقر احس بديره ترى ارحب انا اول مره احس ماني مثقف مالك نوى اول مره احس ماني مثقف يوم 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 جلست نقعد نفهمك ذا الحين لا بالله انت فاهمه وش ثنائي القطب اللي في اوروبا ثنائي القطب اللي في اوروبا هذا وش هو ذاك اليوم اباضه قاعد اتمشى في القطب الشمالي راسي والله انا تعبت نفسي والله اني معلومات والله اني كمل اصبر اسلم هذا اباضه ذاك اليوم كان في القطب الشمالي حلو ويصور القناة هذا ترى في تقرير بينزل في يوم 90 الجانب ليش الجانب الفسيولوجي ها فسيولوجي هذا وش هو هذا لما تدمجه هذا طول العمر شيء شيء قاعد تستعملون انت على معلومات الرجال هو القطب الشمالي قلت والجنوبي لا الشمالي تدمجها مع بعض حلو ما هي قطب الجنوب قطب الجنوب مسكر ليه ما في سيارة صلاة والله يا اقسم بالله ان هذه جاله خلاص انتهت الجلسه دي هذه جلسه الرضخ ليه نرجع الموضوع الرضخ عقلي بس عقلي الرضخ شوي تعال سلمان سلمان يا ابو بيوسف بالله تسوي ترندات تيك توك صح مره مرتين لا والله طيب يا ابو فهد ترى يقول طب عندك سلمان يعلم قلت يا رجال سلمان ابو رجال مرتين اسمع انا طلبت الاداره وما كنت طالب معي ابشر مسعد باسمي وباسم جميع اخواننا لا والله ما نبغى لا ابغى طمر سامي يجيب لنا واحد يعلمنا كيف يسوي ترندات مع مع خلق الله نبغى سناب بالسناب ويعلمنا سناب من ناحيه ترندات عندنا احمد حنين من هو احمد حنين ترى يسوي والله تيك توك اي والله تيك توك بس يا رجال عارف مش عارف يصور ترندات تيك توك ايه احمد حنيف ترندات ترندات سناب ترندات سناب جيب اخوي كذا لا سناب عندي انا يرجع انقله لا رجل انا مو مرح شو اسمه يا رفيق جيب سعد الشمري خليه يعلمنا والله نطالب فيه